نروح بالظبط. لزميلنا كريم احمد ولقاء مع مروان عطيه. بجد تحية لكل جمهورنا العظيم، جمهور النادي الاهلي. مروان عطيه ببارك له النهارده، فوز مهم جدا وكاس مهم في اجواء عظيمه الحقيقه، في وسط جمهور يعني الحقيقه مش عارفين نقول على جمهور النادي الاهلي. اديته اللي عليكم، كنت قد المسؤوليه، كنت على قلب راجل واحد. ببارك لك يا مروان وببارك لكل الجمهور الاحمر. حبيبي الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته وجهازه الفني ولاعبته، لعيبته الرجاله النهارده اللي ادت على قدر مسؤوليه، وكانوا كلهم رجاله وكلهم على قلب راجل واحد، واحنا كلنا واحد والله. اللي قاعد بره زي اللي بيلعب النهارده ما بيلعبش تاني ماتش عادي، مش فارق، كلنا في ظهر بعض وكلنا بنساند بعض. واديك شايف اي حد بينزل بيعمل فارق سواء بدا او ما بداش، عشان كلنا واحد وكلنا بنتمنى الخير لبعض وكلنا في ظهر بعض. وبشكر الجمهور اللي حضر النهارده سواء جمهورنا العظيم او جمهور الزمالك، وبشكر برضو السعوديه على الاستضافه الحلوه دي، وان شاء الله على طول كده ان شاء الله في افراح وسعاده وباذن الله في بطولات على طول باذن الله. تطول عليك، لكن عايز اسالك مستر كولر حضر المجموعه كلها ازاي وقال لكم ايه؟ لان المباراه كانت صعبه جدا، نادي الزمالك مدعم بشكل كبير، حاسس ان هو قائد جاي في الفتره اللي جايه، فكان مهم جدا ان الجانب النفسي مره. اكيد طبعا، اكيد حضرنا بشكل كبير وركزنا، وكلنا طبعا دخلنا الجيم بدري وعملنا معسكر بدري وركزنا بشكل كويس، والحمد لله ربنا كافئنا، والحمد لله تعبنا في الملعب وقدرنا ناخد الكاس الحمد لله. حبيبي ربنا يبارك فيك. مبروك لمروان، مبروك لكل جمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي بطل هنا في المملكه العربيه السعوديه، والقادم افضل بمشيئه الله.